بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الخميس 21/10 20 2021 ومن مجزر البساتين تم تحميل 13 طن من لحوم الاضاحي لتسليمها الى المديريات الاتيه. مديريه اوقاف اسيوط 4 طن، مديريه اوقاف الجيزه 3 طن، مديريه اوقاف البحر الاحمر 2 طن، مديريه اوقاف الشرقيه 4 طن. هذا والله الموفق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.